كابتن اسلام انا ابني طلع الاول على البتاع اطلع اشتم جاري ما تعملش كده هو ده لا فريد يعني اطلع اشتم جاري عشان جاري مثلا جاب قال له ما دخلش طب في السنه دي بس يعني. خلي بالكم نسب المشاهده يا جماعه مع ذكر اسم النادي الاهلي لا برضو ما دام انت دخلت بقى في الشغلانه كلنا برضو في الكار يعني لا نسب المشاهده ما تجيش غير كده انا اسف يعني لما طبعا كان لنا زملاء يعني زملكاويه اذكرهم يعني كنا بنبقى يعني معاهم في جرايد التابلويد زمان لو انت فاكر طبعا المجموعه فاكره زملكاويه زملكاويه يعني ويفرحوا لما الاهلي هو لا يرضى ان يفوز الزمالك يعني عشان هو صاحب الجورنال لا هو بيبقى اسعد يعني لان هو لا يسعد داخله لكنه هو حابب علشان يعني مصلحه الجورنال مصلحه العمل والمبيعات وكذا لا الاهلي يا جماعه الجمهور اصله بالارقام انا ما اعرفش ده برضو بيزعل ليه على رأي محمود يعني ليه الناس بتزعل من الحاجات الرقميه انا برضو ده برضو امر يصعب فهمه بص يا استاذ عصام هو الفكره كلها اللي انا كنت اقصده انه انت من حقك تفرح زي ما انت عايز بالظبط كده لكن يا سيدي انساني عشان تعرف تعمل مش حاجه إنساني.